بداية شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة الخروج من السيطرة على المحروقات في الاقتصاد الوطني. الرئيس تبون وخلال إشرافه على الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي أكد أن اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على الريع وعائدات المحروقات اعتمادا قاتل للذكاء والمبادرة، مضيفا أن هذا الخيار سيسمح بتخفيض نسبة الاعتماد على عائدات المحروقات في غضون العشرية القادمة وتقليص هذا الاتكال من 98% إلى 80% على الأقل. إن اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على الريع وعائدات المحروقات اعتماد قاتل للذكاء والمبادرة، ومن الواجب اليوم الاستفادة من أخطاء هذا الخيار لتخفيض نسبة الاعتماد في غضون العشرية المقبلة، وبدءا من السنة من سنتين قادمتين 2020-2021 تقليص هذا الاتكال من 98% إلى 80% بالأقل على سبيل المثال، ورفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات في السنة القادمة إلى أقل شيء 5 ملايير دولار، ونحن اليوم نتراوح حول 2 ملياري دولار خارج المحروقات بالنسبة للصادرات.